نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء معهوب، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. كل السفر كان اخبارها ايه النهارده كابتن؟ لا هقول لك على حاجه كابتن، انا يعني خلينا بس في البدايه نقول مبروك للنادي الاهلي. طبعا الحمد لله في ظل الظروف الصعبه كابتن علاء، زي ما حضرتك قلته كده، وهارد لك لنادي بيراميدز. الحكم يا بلال حكم مصنف، ودوت اللي احنا يعني انا مستغرب، حكم مصنف في النخبه الاوروبيه، الحكم رايح كاس العالم على فكره، من ضمن الحكام رايحين كاس العالم. فالنهارده عندي ثلاث ملاحظات مهمين جدا جدا. هو راح كاس العالم الحكم عامل ايه؟ اما يروح سياحه مش رايح فار يعني كابتن بلال، رايح حكم. ايوه ممكن يكون رايح فار يا كابتن. لا لا رايح حكم. هو ليه واقف قدام الكوره كتير النهارده كابتن؟ برافو كابتن شريف. كابتن هو انا بستغرب يعني، هتكلم في ثلاث نقاط انا هتكلم فيها. قول يا كابتن بلال ايه؟ اتفضل. لا خلاص اتفضل. مفيش انذارات النهارده. مفيش انذارات النهارده بالظبط. انا قلتها كابتن. اولا بنتكلم في ثلاث نقاط مهمه، اللي هي عنصر اللياقه البدنيه. يعني ايه اللياقه البدنيه دي؟ ايه؟ تحرك وتمركز وتحمل عام، تحمل سرعه وسرعه قصوى. للاسف احنا ما شفناش حاجه خالص من الحاجات دي. كابتن شريف عبد المنعم كان قاعد معايا يمكن ثلاث مرات يخش في محيط اللعب، ودي حاجه مؤسفه جدا جدا. حكم كبير مش عارف تتحرك في في الملعب، بيتدخل في محيط اللعب، تعطل اللعب للاسف الشديد اكتر من ثلاث اربع خمس مرات. دي حاجه. الحاجه الثانيه كابتن علاء ماشي بيتمشى في الملعب، يعني هو مبدع جدا جدا في المشي. مفيش ابدا كره ارتدت وعمل فيها السرعه المتفجره اللي هي السرعه القصوى عشان يتواجد في الحدث، هو بيلعب بالخبره، يتوقع بيروح في الحته اللي هي فيها اللعب عشان خاطر يدي القرار.